الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، فالبيان الذي صدر منا المقصود منه هو دعوه جميع الدعاه والعلماء الى النقد البناء وعدم التعرض للتجريح لاشخاص معينين من اخوانهم الدعاه، بل كل واحد ينصح لله ولعباده، واذا علم من اخيه خطا ناصحه بالله بالمكاتبه او بالمشافهه من دون تجريح في اشرطه او صحافه او غير ذلك، حتى تبقى القلوب مستقيمة ومستمرة على المحبة والولاء والتعاون على البر والتقوى. وليس المقصود أخواننا في المدينة من طلبة العلم والمدرسين والدعاة، وليس المقصود غيرهم في مكة أو في الرياض أو في جدة، وإن المقصود العموم والإخوان المعروف في المدينة والمشايخ المعروف في المدينة. ليس لا فيهم شك، هم من أهل العقيدة الطيبة، من أهل السنة والجماعة، مثل الشيخ محمد بن أمان بن علي، مثل الشيخ ربيع بن عادي، ومثل الشيخ صالح بن سعد السحيمي، ومثل الشيخ فالح بن نافع، كل هذا الشيخ محمد هادي، كلهم معروفون لدينا بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة. نسأل الله لهم المزيد من كل خير والتوفيق لما يرضيه. ولكن دعاة الباطل وأهل الصيد مع العكر هم الذين يشوشون على الناس ويتكلمون في هذه الأشياء ويقولون المراد كذا والمراد كذا، هذا ليس بجيد. الواجب حمل الكلام على احسن المعاني، وان المقصود التعاون على البر والتقوى وصفاء القلوب والحذر من الغيبه التي تسبب الشحنه والعداوه. نسال الله الجميع التوفيق ولذلك.